الأهمية ديال التفاوض ربما بزاف منا ما كندركوهاش، لأنه في مفهومنا غالبا التفاوض كيكون مثلا كيكون شي صراع بين جوج دول، يعني كنعطيو هذاك الحجم اللي هو كبير، في حين أنه حنا في حياتنا العادية البسيطة كنحتاجو للتفاوض. بالتأكيد، وخصنا نحتاجوها وخصنا ندبروها وخصنا نعتبروها هو واحد الطريقة مفصلية بناء وتجديد العلاقات اليومية مع راسنا ومع الآخرين، لأن هذا التفاوض هذا حقيقة هو فيه واحد المستوى معين سياسي ويعني وديمقراطي إن صح التعبير بين البلدان في خصائص معينة وفي ظروف معينة، لكن هذا ما يمنعش على أننا كبشر في إطار العلاقات ديالنا وفي إطار نسج هذه العلاقات تنحتاج لهذه العملية التدبيرية باش يمكننا نغيروا بزاف ديال الأشياء أو نصلحوا بعض الأشياء. باش نفاوض، باش نبادر بالتفاوض، واش خصني نكون في مركز قوة أم مركز ضعف؟ هو إلى جينا لمفهوم التفاوض الإيجابي، هو الحيادية في التفاوض، هو أن تنطلق من مكتسبات عندي ولكن تنظر إلى مكتسبات الآخر. إلى دخلت بالديبار نتفاوض باش ناخد أرباح ليا ونقنعك بهم ونأثر فيك، إذن هذا تنحيد على المعنى السامي ديال التفاوض. ودائما المفاوض الجيد هو اللي تيتكلم على الأشياء المتعلقة به وتتكلم على الأشياء المتعلقة بالآخر. إلى بغينا يعني نبرزوا أهم مميزات المفاوض الفعال. طيب، المفاوض الفعال هو واحد المفاوض أولا تتمتع بقدرات اجتماعية مهمة، بمعنى عنده مهارات معينة، وهذه المهارات هي جزء من نار تكلمنا عليها شحال من مرة أستاذ حنان، ما يتعلق بفهم المشكلات، تحليل المشكلات، سياقات ديال اختيار القرارات، عنده واحد الذكاء الاجتماعي بمعنى تفهم تجليات ديال العلاقات والترابطات الاجتماعية. إذا هذا مدخل أساسي. المدخل الثاني هو متعلق بمدى استحضار نوايا صافية خلال عملية التفاوض. هذه من بين الأمور اللي خصها تكون، لأنه أنا كيف دائما نتكلم لحنان، راه ملي تستحضر واحد النوايا تترجع عليك بالإيجابية، راه مثل العلاقات مثل العواطف النبيلة، ملي تكون إنسان محب تتكون محبوب أوتوماتيكمو. إذا المهارات، الاستشعار وحضور النوايا الصافية، ثم أن يكون هذا التفاوض مدبرا بطريقة اللي هي علمية. ما خصناش نكونوا غير تنتكلموا، ما خصش كل واحد فينا يكون ثقات على الآخر، خصنا تكون عندنا ثقافة الإنصات ونكون عندنا دائما واحد النمط تعبيري ونخرجوا بخلاصة. هذا الخلاصة هو هذا الكلام اللي تكلمنا عليه، كيفاش يمكننا نحقه على أرض الواقع، يعني كيف ننتقل من مجرد أفكار نظرية إلى تطبيقات وإلى ممارسة. هكذا تتحقق المفاوضة الفعالة ويكون المفاوض كذلك فعالا وناجحا.